في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية يعني تحدثنا كثيرا حول مستويات وتوقعات الفيدرال الأمريكي حول مستويات رفع الفائدة، إذا كيف تصفين أداء الدولار ومؤشر الدولار تحديدا؟ اهلا بك. بالفعل مؤشر الدولار الامريكي يعني شوي عم نشوف بعض الانخفاضات اللي شهدناها على مؤشر الدولار الامريكي دون مستويات 99 دولار نقطه، لكن هو يعني قريب من اعلى مستويات التي وصل اليها خلال الاسبوع الماضي 99.41، يعني هي اعلى مستويات منذ مايو 2020. بدا الارتفاع بمؤشر الدولار الامريكي تقريبا نحن عم نتحدث عن يناير 2021 عندما كان مؤشر الدولار الأمريكي عند مستويات 89.20، وبدأنا هذه الارتفاعات عندما بدأنا نسمع قرار الفدرالي الأمريكي أو مناقشات حول رفع أسعار الفائدة. لكن هناك بنوك مركزية قامت قبل الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة كبنك إنجلترا المركزي، لكن التوقعات أنه يكون في رفع متتالي لأسعار الفائدة، ونتيجة هذا الارتفاع المتتالي في مؤشر الدولار الأمريكي متوقع أن يرتفع، وهناك قوة سوف نشهدها لمؤشر الدولار نتيجة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن ارتفاعات 7.19% هي الأعلى منذ أربعينات القرن الماضي. ربما نشهد ارتفاعات أكثر للتضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، أسعار النفط، أسعار السلع. نعم. توقعات في اجتماع الفدرالي الأمريكي اللي عم نترقبه هو برفع أسعار فائدة بواقع 25 نقطة أساس. كانت التوقعات السابقة نحن نتحدث عن 50 نقطة أساس، لكن مع الأزمة الروسية الأوكرانية والغزو الروسي على أوكرانيا بلشنا نشوف انه الفدرالي الامريكي عم نشوف انه احتمال اصبح الرفع بواقع فقط 25 نقطه اساس. لا محال ضروره الان رفع اسعار الفائده لكبح ارتفاع التضخم اللي عم بيرتفع بشكل كبير وعم بيعيق النمو الاقتصادي. الدولار ايضا عم بيستفيد من طلبه كملاذ امن خلال هذه التوترات الجيوسياسيه اللي عم بيشهدها العالم، فبنترقب ايضا مؤشر اسعار المنتجين اليوم عند أبواب المصانع، وهذا أيضا بيعطينا فكرة أوضح عن اتجاه الدولار الأمريكي، وخاصة دليل على التضخم. نعم. فهذه البيانات أيضا نترقبها اليوم. فالقرار حاسم برفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، وما زال. نعم. في هناك قوة وطلب على الدولار. نعم. الأمريكي. يعني لينا فيما يتعلق أيضا رفع 25 نقطة أساس كيف يعني سيؤثر على أداء اليورو الذي يعاني من الضغوط التضخمية وأيضا هذه التوترات الجيوسياسية التي أثرت عليه بشكل سلبي، يعني حتى مع رفع أسعار الفائدة كيف سيتأثر اليورو في ظل هذه المعطيات؟ طبعا عم نشوف اليورو مرتفع امام الدولار، نحن عم نتحدث تقريبا عن 1.9 عندما وشاهدنا خلال الشهر الماضي وصول اليورو مقابل الدولار الامريكي 1.8 نتيجه الازمه الروسيه الاوكرانيه. نحن نعرف كما ذكرنا في عده مرات انه اليورو هو اكثر المتضررين نتيجه العلاقه التجاريه اللي عم تربطه مع روسيا، وشفنا كيف بعام 2014 نتيجه العقوبات الروسيه شفنا كيف هبط اليورو بنسبه 20%، وشفنا قرار البنك أيضا المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة كان لهجته تشددية مع ارتفاعات التضخم، وشفنا كيف ارتفاع خلال الأسبوع الماضي أنه اليورو أمام الدولار وصلنا إلى 1.11. بالتالي نحن عم نتوقع أنه اليورو أنه نشوفه انخفاضات يعني على المدى المتوسط مع قرار الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، أيضا. نعم. قرار بنك إنجلترا المركزي بعد أن قام برفع أسعار فائدة رفعين متتاليين، وربما سيقوم برفع أسعار فائدة في هذا الأسبوع أيضا ب 25 نقطة أساس، فهذا سيتسبب بالضغط على اليورو. عم نشوف كيف أنه اليورو متراجع أمام الين الياباني، وأيضا شفنا كيف تراجع يعني أمام عملات أخرى، وشهدنا هذه الانخفاضات خلال الفترة الماضية خلال أغلب العملات.
لكن لا استبعد بعد قرار الفدرالي الامريكي انه يرفع اسعار فائده انه نشوف مزيد من الارتفاع، لان في اعاده تسعير لليورو مقابل ارتفاعه امام الدولار، لاني كما ذكرت قبل قليل انه لا. هناك توقعات كانت برفع اسعار فائده فقط ب 25 نقطه اساس، نحن كانت توقعات السابقه ب 50 نقطه اساس، مع 25 نقطه اساس فهناك تسعير، ومع ايضا مع مراقبه التطورات الجيوسياسية والوصول إلى مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، فبتوقع أنه نشوف أنه لحين يعني نعم. ظهور ذلك لا أستبعد بعض الارتفاعات، لكن سوف نشهد أي تطورات جديدة أنه مزيد من التذبذب على حركة اليورو خاصة أمام العملات الأخرى، ونتابع أيضا مؤشر الثقة في منطقة اليورو والاقتصاد الألماني، ومتوقع أيضا هبوط مؤشر الثقة تقريبا نحن نتحدث إلى 10.3 من 48.6، وذلك طبعا نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا والعم بيضر بمنطقة اليورو وأيضا اقتصاديات المنطقة بشكل نعم. عام. يعني كان من أكثر المتضررين من هذه الأزمة أيضا الروبل الروسي، ووصل يعني وصل إلى مستويات متدنية مقابل الدولار. في ظل هذه التطمينات والحديث عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، هل تأثر الروبل ارتفاعا أو انخفاضا أم بقي في حالة من الاستقرار؟ الروبل الروسي ارتفع خلال هذا الأسبوع، شفنا كيف ارتفع تقريبا نحن نتحدث عن 10% من الارتفاعات بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته، يعني وصلنا إلى 64 دولار بالنسبة للروبل الروسي، فهذه التراجعات التي شهدها الروبل نتيجة العقوبات التي فرضت على روسيا وأيضا على بنوك روسية، لا أستبعد المزيد من الانخفاض وخاصة بعدما شهدنا انخفاضات، يعني عم نشوف هالانخفاضات خلال الشهر باكثر من 12% الشهر الماضي 37%، اذا يعني عدنا الى ما قبل الغزو الروسي الاوكراني نحن نتحدث كنا عم نتحدث عن 81 تقريبا من بالنسبه للدولار مقابل الروبل الروسي، المتوقع المزيد من الانخفاضات وخاصه اذا استمرت الازمه الروسيه الاوكرانيه واستمرار لاندلاع هذه الحرب، فبالتالي سوف اتوقع المزيد من الانخفاض نتيجه هذه العقوبات يعني القوية والتي سوف تضرب الاقتصاد الروسي، ورغم كل يعني ما تفعله روسيا لإنقاذ الروبل الروسي، لكن جراء ذلك نتيجة هذه العقوبات نعم. أقوى من ذلك، فأتوقع المزيد من الهبوط إلا إذا توقفت طبعا هذه الحرب، فربما يعني نستعيد القوة بالنسبة نعم. للروبل نعم. الروسي. محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.